فاحنا بنرجع بنحكي انا من وين جبت المعادله اللي يعني هاي المعادله اللي عندي انا من وين جبتها. برجع بحكي لك انه انا صار في عندي سوبر نود بين V1 و V3 فبروح بحل V1 بحللها وبحل V3 وبجمعها مع بعض بغض النظر للنود اللي هاي. انا النود اللي هاي كتبت المعادله تبعتها عندي هون وخلصت منها وبروح بحل الباقيات بجمعها مع بعض. انا جمعت هون اوكي جمعت هون فاسهل طريقه شو اعمل اروح اضربهم ايش باثنين اوكي بروح بضربهم باثنين بروح بعوض مكان ايش قيمه الفي 2 مكان قيمه ايش الفي 4. الفي 2 شو قلنا ماينس 6 ماينس 6 قلنا اوكي والفي 4 قلنا قيمتها 12 الفي 2 قلنا ماينس 6 والفي 4 ايش 12 اوكي بروح بحق لما اضربها كلها باثنين فبصفي هون عندي 2 في في 1 ماينس مع ماينس بلس بلس 6 لما اضربها باثنين بتروح لا بتروح بلس 6 زائد لما اضربها باثنين برضه بتضلها زي يعني بتضلها زي ما هي فهي في 1 ماينس 12 زائد اضربها باثنين بصفي 2 في في 3 بلس 6 اضربها باثنين بلس في 3 ماينس 12 ضرب 2 زائد في 3 تساوي 0 اوكي بروح برتبها في 1 بلس 6 زائد في 1 ماينس 12 زائد 2 في 3 زائد 12 زائد 2v3-24+v3=0 نروح نشوف شو في عندي اختصارات باختصارها. اول اشي هاي مع هاي بتروح اوكي شو بصفي في عندي ارقام بصفي في عندي بصفي عندي -24+6 هي قديش 18 ماينس ماينس 18 نقول هاي الجهة الثانية ضرب بصير بوزيتيف ضعيف بوزيتيف بروح بجمع ايش للفي 1 واحد في 1 هي واحد هي اثنين في عندي هون بس لا اثنين في 1 بجمع للفي 3 2v3+2v3+4v3+v3+5v3 نيجي للسوبر نود اللي كتبناها اللي هي هون سوبر نود كويجا كتبناها اللي هي v1-v3=12 اوكي v1-v3=12 طب انا المعادله هاي اللي هون مره ثانيه من وين جبتها من ايش السوبر نود كويجا متى بكون في عندي سوبر نود كويجا لما يكون في عندي فولتج سورس بتوين تو نودز اوكي طب كيف كتبت المعادله هاي باجي بحكي البوزيتيف عن جهه مين جهه الفي 1 حاطين في 1 النيجاتيف على جهه مين على جهه الفي 3 ماينس في 3 ايكوال ايش 12 بنيجي زي هيك بنرجع مره ثانيه ايش بنروح على الحاسب عندنا بنحكي مود في عندنا 5 اللي هي كويجن 1 اللي هي كومبلكس اللي هي عندي متغيرين بس بحط 2 بدخلها 5 بندخلها في عندي 18 حطيناها نيجي على المعادلة الثانية ال V1 واحد هيا هون ال V3-1 دخلناها وعندي ايش الجواب 12 هي 12 دخلناها بطلع معك الأجوبة كالتالي تطلع معك ال V1 تساوي 77.7 فولت بتطلع معك الـ V2 ماينس 6 over 7 هيك احنا بكون خلصنا الفولت النود اناليسيز ان شاء الله يعطيكم العافية.